بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، المسألة الثامنة بحر هيتم مسألاي كتاب الجنائز، كتاب الجنازة بحر هيتو مسألة الدينمي ومسألة انتما دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه دفن الميت ربويتا اللي أقعينهن إناي أي كيف توارى جثته وجيفته أننا لا تموقعنك وصفة القبر قبري كادو لفدها نهي ويلو كاك أننا التنم قبري ويلو اللي تننناك وما يسن فيه وكل كادو أبانا فردين تهتنم مقعلا أبانم فدين تهتنم قبر لي أبانم فدين تهتنم تي يبتهت مسألة هي ويسن سنة أبي مري قال تلقي أيانا أن يعمق القبر قبري أدّي ديرينم قبري أدّي ديرينمي سنة وأن يوسع دقون كادو حيلو كاحبان مكافر أقل قبري كابان ما سنة وأن يلحد له فيه أدفككها وكدر قبلتها قبرك الدل قلها نما سنهتني محاهاي حتى لا تصل إليه الهوام والسباع ولا تنبشه و أبي ساسيتك كي كوتتك كي ينقلوتك كي فدامي كائل التم فد هايتا كائل لوي تقيدا قبرك الدكا يديرين فدين تم ودر قلتك حانم فدين تما من السنة قلها نم سنة قولي أدتك كانما سنتاي كادو ويعينه تنين تماتيه تواعدي عادي كانوا ويعي ما تهردين كي كل سوا حين ما عادي ويعيدي كاغو في فكي واقيدا قبرك هي دير ايانم قولك كي يانم انين التنيمي ابينا هي عادي مرينتيني هو أن يحفر في قاع القبر قبري أدتك كهانا هين وعدي قبري أدتك ودير قولي دقانم قنا دقانم حفرة في جانبه قنتا ركب بودوا الدك جونت ركب بودك خانا و بودك هذا أمان دبنا كيف تيم وماي ديرو ركح محبانيا إلى جهة القبلة ربوي تكفو حده وأنا هنا جنبيل قبلة تا قولك هذا جانا فإن تعذر تو قولي دجانا بحويتك فلا بأس بالشقي و بعاها قبر أده اللي دجين إن للي يا جعيني ميته النا قولي بحواك تك قولي وقولوا أي تبادوتن كبر بادوك بادوك بالتي قول قولي سنيه نرديان كان كانت رخوة بادو دمحين بادو تككاتك كي حتى مجا أبو مريادجه هي قبر كمل مجدين سنا مكيان وقولت دي عند بنال دير أرضي كني مه اللي جحينك دير دامي سبته توي سبته هاتون نه تام بادو يقول الله أنها أنا ملا غفنا كخرداه تديقله أديو أوربي كلا ليه تام بادو تكك كي قولها نم بحوايتك باعها كهيا قعينه وهو أن يحفر للميت وباع مقعيان ما ربوي تهدقان ما في وسط القبر قبرك الدل ودير كادهنا رحدتك أخدقان ما لكن اللحدة أفضل لحدي هانا ما يا قولها نما يا أي سكرعته بقوله صلى الله عليه وسلم تيا نم تيسه أو سنة معه يا نم إيانا معه ما يا أكهي يا نم بدا عسانا فدينته قولك هي يسمي يلي نبي عليه الصلاة والسلام يمي اللحد لنا قولها نما إسلامك نيمي والشق لغيرنا بعات الدعوة عيني حبان ما يا توها قرانك نك له مريمي توعدي وهنا قفتها تنساعة الله أبا سنن توه نما يا بحة فنها قولها يسيتان ما أي سكراتها قولها نما تيسيه طيب ويوضع الميت في لحده على شقه الايمن قول هينه قبر دغنه لف قبر راح بينه جمدلو هاي ربوي تقبره بسانه وعدي انن الكا يا قعيني ويوضع الميت في لحده على شقه الايمن مقدق بهكاه ان قبر الدل مستقبل القبلة قبلة اطفوحه كاحبا فوح قبلة جنب الكاك حبا لقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا يمي سبتها يلي نبي عليه الصلاة ربتين منول أنكو سينكي قبلتا كعباه يمي سبتها طول من الفوحة كحبانا ويستحب كوكل
قول الكو بسانا خبرت الكو بسانا هني وعد كادو كحنولي قول بسم الله بسم الله أرحكو وعلى ملة رسول الله أرحكا يا جعينمي سناي كحنولي معيه تهيانم وتسد فتحة اللحد باللبن توكلي مقع لفا قول الهيني مصوص هني قمدلو و دقاك بركدوم القولي رحا فتحة اللبن و قولي بوها الفنتها باللبن باللبن لبنت والطين كلت لبن يا نما مرقت كان مرقانه نعم بوها حبس النيه تنكليا أرعسينيه نيني ثم تهو أسوك الدين رحكتون القبا كلها وعدي ثم يهال عليه التراب إنكي تنبوضو برتت الفنتوك قمدل بوضوت بوضون كي برتل لقى حسها وعدي ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما برود دقود برود بڑا قالي برود إنها دقود برود بردهانا قبر كنك بارو كنك كهي عدقين إنها دقود كده بارو كفايهانا شبري كده أي على هيئة السنام معناها قالي برود إنها دقود ديرور أكاكا سولو الحبهانا وهو كحنولي معناها وإن الحبانا ما كحنولي لكن لا باس أين تصطيحي باردت ما السسين حبانا ما تهينا هين كاد لكن أي سكرة عتما دقوم بدا قبري كي بارو إتكا هيا دقين إنه قدا مريه ميتك الداعي تو أنا قدا خاصة قبورو هيا دقين بارو سهدا قبورو المتاو عمياء وإنه تن أكيك اليوم وقعيكا تكي كي قبري كي بارو تتكا دقوم برسا اللي بحته تنينل على لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه توهكه إنما يلي فرموته قبر تن الهيني وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كنما هي قبر كادو تن الهيني من سبتها دقوم بدا أردي كي فايا شبريك دهانما سنهتني محاهاي ليعلم أنه قبر فلا يهان قبر كنما كهتم الدقيه إهانا مسلمين قبر دفينك داحبينك دبع اللي ستينك اللي دينينك ونهتني تن إهانا أكي النوون معرها يوعدي بارك رعت بارو القحطة كاسنا كيف إلا المقحطة أسقو حي وميت مسلم حرمة لي من سبتها سهدا يتبر حرمة لي من سبتها قبر إهانتك جيوانها قبر كنك كن كن كتك اللي برسلنا الحبانا ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته قاد تهي النية وقبرك تريفلا قبرك نمربنا لديت هانم قبر الدية ديكي كه تمدينها قبر دبنا الديت هني حبانا ما كه نادجن تني تهنا ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في ذلك توديت هانا متى ساينو مه قبري لبنو مه قبري عندنو مه كدنو بعد سمل إنك تو اللي هني كتهنا ويحرم البناء على القبور قبرام الدستان ما مسجد دسوني على دسوني فرمي اللي هوني وقبر كمل حتى ألفين دسوني كدم ريت ربتي ينهى أكهبنين تو محرم اكتنيه ما فدينتا وتجسيسها والجلوس عليها كاد جس لهانم مروق لهانم ما تيمام قال لي رنجي يي نورا رونا لهانم مروق ايان عفرفتا ادي يدوم مسغناي نعلما انتما سعيل لي عبهم با سعيل لي عيلك يا عيني ولي من قسعك إني مسبته متي بل يفعيني قديك سعهنا دك حرام راي باها مراك وعدي فكين أردي الحرانة هو أردن أنك تنبارو سوكتكي لي تعبه لكن لي عبوا يتقدها مروبه تنيه تنكالا إلا هنال لي إلا دف السهية اسمنت سمنتوه إنه تنيه طن نه تنيمي إلا هاك سوكي تو عدي ودي إلا هانا ما مفردين تاه قبري تو هو ممنوعه كما يكره الكتابة عليها قبرام الكتب أبانا كاد مفردين تاه ممعيه إلا بقدر الحاجة للإعلام وما دقها قد حاجة الدكن باهيكي حاجتها بين كاتككي تهينا حاجتها كتب لهانم دقو كتب حاجة كدك الدتنكي تهينا توعدي أوي نبارو لبانه نما قعل قلناه تنمتني مكالي كتبي كبراملو وجد تربي وبربي أيانا طنا بس عمري ومجا علوك سجيا أنا مهانا مكي إذا كانت بحاجة لا بأس بها إين إيه حاجة الدين كاتيك وإلا هي وأنا مفردين تاهي لحديث جابر رضي الله عنه قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر قبر لي نورها أنا ما أكايا اللي النبي عليه الصلاة والسلام واسه وأن يقعد عليه كبرام الدفي أنا مكاد واسه وأن يبنى عليه كبرام الدسانه دستان مكا واسه. زاد الترمذي وأن يكتب عليها قبر كمول يخطبين كادوك نبي واسه يانم أسسي. ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة أما هكه واسمي يلي النبي عليه الصلاة والسلام وسائل الشرك يانما يلا تقلها نم فانسنم بيتاما أقبر كمول تكتين دسين أما قبر غير كبور اللواي تحت النوري اللي كاتكك غير كبور اللواي تحت كتبه اللي كي لكتن هرار اللي تماتي ملي أقبري غير كبور بعد سكهلمي كاتني ميهيا كاتيا تدعي يانا عبادك هبانا يلا تقله كاها نمكا دوم اللي يلا هقل فانسينام بيت واي تحت نيمكي وسائل الشرك قروع الديني هيوانا فردينتا كبور ينتدوي نيمكي واسدتني هيوانا فردينتا. وهذا مما يغتر به الجهال بعد سلوك تمنه تنين دعور السماء مسلمينك إجمال مرة ويتعلقون به بل إن كنه الدك فانه تهم على أي مكو تهت تن لكه تنمي تكتينا تدعدين على حكو إلا ما حسانا ماتيماتي توهك دوما للي مسلمين إيه ونه تنم إجمال مرة مرة وما نفعي الدواي تهتنم سرت وما نفعي كادو أهت أتام به أمرا زنبي قدل مهتاقها ومري شركه دوما أكاك جريعا إيه يلي النبي عليه الصلاة والسلام. ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها قبور الكادو قراء رسانما تريق رسانم وما قعاب أنا قدي ديتكت دي حتى ما نمهن بس قبر قر اللي بلعتو يانا هاي قراءانا كل كل بار وكي القراء تقرأتو هانا ما حرامك تنيه ما فردين تا بودهن وهو ربي مراي أخيرا ما دعلت أمركها كوانك فدان ملونكو إسي هواني وكي مبنا وهو أنا رحينك لما فيه من التشبه بالكفار وكل جرور سان ما كرس عادة كان عارجين هاي كرس حيلان المسلمين محرمك تن يعني المجوس عبدته النار جرى عبده أمر المجوس مجا عليه تامته هو مسلمين أي كنت محل تام ما بناه وإضاعة المال وكل جرور سان ما كادوا دبع جرى الرسان هناي إلا الرسان رحين هاي وكل جرور السه توعدي جرى غازوالا تترسيني غازا تترسيني كون هنا مايا بحت تترسيني كي انكي مال فردا إضاعة المال مال انك تدريه محط بيسيكو كي يون وانساكو قبور القرارو ورسخ سوغيانا ما ومتايا عاي. وبناء المساجد عليها قبور ملكاد مساجد لسانا ما محرمك تني والصلاة عندها أو إليها قبور قرد صلاة بانم قبور فنهف كنين صلاة بانم كادوكو محرمك تني جنازة صلاة هنما أكي صلاة عباده وكل عباده وكل جحنا ما مفدينتا محرمك تني لقوله صلى الله عليه وسلم يلي نبي عليه الصلاة والسلام يما لعن الله اليهود والنصارى يلي يصير رحمتك كن يديره يهود كن نصارى يصير رحمتك يديره داغو أو يلي يصير رحمتك يهود كن نصارى يديره يكين نبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لماذا استحقوا اللعنة يا رسول الله يلك رحمتك يا ديرين محق حق سيتيني انتيني كي يا نبي عليه الصلاة والسلام وسنو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اسمي أنبياء الدنيا لسن باه وحي مقل النونو اسم باه هدا كتير طول متامت النونو مي سركا أما أنبياء كينك ربتي توعدي كن قبورو عبادها روحه اتخذوا قبور مساجد هاي سيتين عبادها روحه هاي سيتين معابده تون نلايا يلي سي رحمتك يا ديرا يا ديري مراه إيه توه أنا ما مسلمين إسني سن بربا مها ربي رعم لك ربنا يلي كرم عليه الصلاة والسلام رعم لما يا قبور عبادة فرد نبي قبر ما إسنا غير مريح قبر ما إسدين أيا فيه تحذير شديد كنا لأنه لا يجتمع القبر مع المسجد في الإسلام إسلام الندين هدلا قبري كمسجد كنا ما جابوا تاهين أبدا قبري أرحاي أهما حياة اليوم مريلا للرأي ودبعك إني مسبتها مسجد راح أكتينا فإذا وجد أكوية هيتملي تنكي كما هو الحال في بعض مدن معنا قبو تيب باروك باروك تينا لكاه تنينها مسجد الدل قبري قبور ينكا تككي هودي ما أحدهما إما مسجد أجليك إما قبري وقبري قوري أكيني هنتي علماء
لكن تو غوروهاي من لبنايا انت ما تنبحتها يهدم الجديدية سردي سنت مسجد تكك مسجد كلانا سر مسجد الدات حلسين القبر تكك قبرك غورانها تمنى هي الله مسجد كي قبري الله كنه ملي الله ملي خاصة قبلة مسجد كنيمي مفردين تا ايه ايه ما معي هي ما معي هي وتحرم ايه في كلام كثير لكن ما معي هي انا متارع انا انتس وتحرم اهانتها بالمشي عليها كاد حرام اكتنمي قبور الابه قدان ما محرم اكتن او وطها بالنعال قبر كمول ابه قدان ما يبعسي تنيمي قبر كمول قدان ما حياة النمو قدقرا قد ما يدد قد ما يدد تن لا مسلم تو ربهني او سهدي تو ربهني بن اذن تو ربهني قبر كمول مقدانا محرم اكتني او بالنعال كبيري يدي عيتين كاد محرم اكتني او الجلوس عليها كهني وريتن الا دف انا ما مفدنتا وغير ذلك كله ان تاميا ابو اي قبر قبر الهان هي ان كي مفدنتا لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي ابا هريره با حديث لي يما لأن يجلس أحدكم على جمرة سن إنكتي دبحنتل دفيما دبحنتل فتحرق ثيابه ودبحنتل دقرا دفا لي وقبل لي أنسر كلا معنى حريسك فتخلص إلى جلده كاك أربت كاك دقرا تكفا تما خير أي سكرعة من أن يجلس على قبر قبر دفيما كا أتتوها بلوي تتامك الدم من دقال اللي تنمي معنى كبائر تنين معمهن تمنى دبحينول دفت دبحينول يتوهتن سرقوك سلا هاي تي دقرت دبكوك انت كوحر رسام تايسي قبرامول دفت تامك إيه نبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح الإمام مسلم ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطي على القبور كادوكو قبر الياعتيني قبر القرآن مكاين اللي فرموتي واسه ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت ما جاء قبلك الله أنا هنا وعدي مسلمين سنتو بكويت ربه هي دعاء أنا ما كحن ليه لفعله صلى الله عليه وسلم قبرام يلي فرمويت دعاء أبي مسبته من إن لا فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت ما جاء قبلك الله وعدي وقف عليه قبرام اللي سل يا وقال أرحك إن غير مسلمينك صحابي تميتتني كنك استغفروا لأخيكم أنا دعاء بكامين إن دحين يا سنتو بكويتها حبس السراء واسألوا له التثبيت سنتو بكويتها ديق السراء السرقة التماتك محاها فإنه الآن يسأل سنتو بكويت توكا يسري مهما زنبيا لك حبنك قال هانا هن السرول ديق ديق يانما نجاح يانما كورا بمية إياه قحسا كدين مية إياه قحسا كنا بمية إياه ينجحه تو نجاح يلي كاه يحيمي دعاء كاهبا او اينه اللبن انكا تايسم امه امري انكي نمكتيني دعاء مستجاب تكيمي سبتا نمكتيني امين يا غير مري نمكتيني دعاء با غير مري امين يا وعدي وسا دايت ايام كك يو بينك يا بينك معناه هو انكا اي شكر عتم يلي فرموت عليه الصلاه والسلام اللي ابيناي كادوكو حب سينك كل نمسرم كل نمو أب قبري أبو دب بيريو بيلا أرحكو رحمة تلوك دوا ولوك السرة طوى يا ننول لبنهنا إنك تون يايسي وأما قراءة الفاتحة ونهينا ماي قبر ما قاعد قبك الله وعدي الفاتحة إيني الحمد يخريني أو شيء من القرآن كله كاد قرآنك تكتيني يخريني مي عند القبر قبرام للي ما قاعد قبك الله فإنه بدعة منكرة تهمو دينك أساي وسكا منكرك تنتيا قبل وينك تنتيا ما هاي يلي فرمويتي ما بيناي صحابة أبتمهناي قبري قرنا رحينا توتياي ما فردينتا هي بدعك ما هاي كل نم بدعيا بحسو دودا بدعهن يون بحسانا دودانهم ما بدعك كيانا فرمويتي أبي ويهيمي تهوك أبي ويهيمي دينا الحك دينا تحلسانا بدعا إذن قبر القرآن يا خيرين فاتحة يا خيرين بدعاء توعدي مية أهن تميه إنه كا علماء إيانما لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتي ما بينا ما كنا مقعبي شو هذا يوقعيه غيري مري يوقعيه ما كنا مقعبيه قبر لي قرآن يا خيرين مدبعنا
ولا صحابته الكرام أمتك يسهن هري يلي كاه دور هي كادو قال للسكته كاك رعتهم ما بنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أبو أمدبك هن يمين نبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا تامتا متهي النمو ليس عليه أمرنا فهو رد. أبا يانم يلك إلما تويته أبا يانم فرموتك إلما تويته أبيه يانم كاخد بعويته تن تامت يلا لديوه النموكو وتاما فهو رد قال تدوريه بمعنى غير مقبولة كاك أقول ملي ما حاب تدي قال بقول لي. وأيضا قبري قرآن رح كوي تام غير حديثي ما حتميته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا اسن بودادي مسلمين اسن بودادي ما قع ما بنا قبور ما بنا رب مر اللي اقعينه ان قوبو دبع سنك ما بناهي هذا دبع ما بنا القرآن اللي خريه سورة البقرة اللي خريانيه النعري شيطان تمحله. طيب قرآن اللي خريان بوداي قبر قرآن رحينا. وهذا دليل على عدم قراءة القرآن فيه قبر القرآن أخري وأنا ما أكاد دليله يتو. طيب المسألة التاسعة سجل هيتم مسألة التعزية توي رباي ما قاعد جبك الله تعزية تمت تعزية ككي أنا مكي محاي حكمها تعزيك مدعى محاي وكيفيتها تعزية كادو إلا بأنا ما مناي إيا أنا متايا بنو هي سجل هيتوه السرور. والتعزية تعزيك كيانما هي تسلية المصاب ربديك كهن ربويتي أهلي إلى جسانما كني إلى جسانم وتقويته على تحمل مصيبته كين لو تهتني مي كين تكهتني هي دعي تمر يا كين ملكم فيسانم كنت أبوك كل هتني أهل أيدكم أيني مقع كلها بيني كادو حزنك كين هاني تكلانم لأنه نوكينك برسمي مسبب لأن الإنسان إذا فقد حبيبا أو قريبا فإنه يعزى فيه توب كويت تكو كحنويت تكو أهلين تتكو كاكرباها وعدي ونملو تعزيق حسانة. فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب و ربدي كيهن ربوي تهلي كسيسانة ما يلي فرمو تكتميته تن دعائي كي كس أذكار الواردة في ذلك كاكسيسانة صبر قياماي كادو ربوي احتساب يلي نكبي يانمي احتساب هاي ستانا يلا يلا كا قلت لك يا نقدا ما حسبونا الهاي ستانا متى كن فيسانم. وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابين كين التكهتني مكي تخفيف معناه كين اللي كينك دقوسية ديني مسبتها مشروعك تن تعزية كين هي ماتيني تعزية كين لبانا. ويحملهم على الرضا يكحنينم يلا كوبتي مكه نمت دقوستان دودوا مسبتها أهما نعم التي اللي هي تيلم اكويتم رضا معناها اقل كنجر لقيتم كنت قال دعوة ويا اقل ليه ينصرك حبر لك اقل انا كحنو لي والصبر اللي اسبرينه دعيتانم تو عدي تكهتني يلي ابيمي بهتمن ونجين تسوكت يلا يا حرب التم يلا ايني يكحنيني مي مستحبين كحنو ليه يسبريني مي هاي تكتين أبدا دعلون محيليني وإلى أييني بوغسيني هي كعكعيتان مكا يسبرين مي واجبي هي صبري صبري درجاي هاي رضا درجاي الشكر إن كنها أعلى درجة شكري الحمد لله إيانم أعلى درجة هي تما سيدي حمر حلالي هي ينسينما كاكربته تمري تما سيدي حمر صبري واجبي أهكاد أقولانم يكحينيني مي مستحبي شكر اللي يلا فاتي تانم يلا اللي أشكرني مي إن كنها أعلى درجة. وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ودعا يبانه يا معنى تعزية يبانه يا اللي فرمو تكتميتم تكمي كحنولي إن كان يعلمه أتعزيه ميتنم يارجك كاتككي ودعا بم ويستحضره دوما يارجك إما يكاد وكلي يارجك وفرمو تكتميته تن دعا أبما كحنولي وإلا فيما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض أكاهي ميتين حاجد راحت كا هيا هاي تهتن دعاكا كات بحنا يب كات بحنا معي أبايا ومر قلبي لي قلبي ستر وفتوكين لو بساها يب أي بسو كاهي ميتي تعزي راحت هاي كيف رنا يابها يابها ولا يخالف الشرع شرعي مخالفة الدنيا ويتهت يابها. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد بهرعو يلي فرموتي دعو السجنه تلا سجنه هنا نكتي الكليفة أرسلت إليه إحدى بناته إحدى بناته يلي فرموتي دايلوك ساي دايلوكو بركتينا فرمروتي تدعوه كاسحته وتخبره داغو كه فرمو كهروتي أماي إذا تكمل دروتي فرمو محنتا أن صبي الله أو كبر إليه تن إليه إليه يا بدي بدر أو ابن الله في الموت بدر إليه تني تدك ربا يبدي يكربا هنيكي يب يو هما هي أنا ما سنن كهروت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ويمته النمكو إيش فرمو روتيه النمك فرموتي يمي ارجع إليها تدفنه دوراي فأخبرها تاتي هو للسماء أن لله ما أخذ وله ما أعطى إيانا فردين تاما معنى هي رجين كات يلي نبي عليه الصلاة والسلام تاتي كنتما أن لله ما أخذ يلي بيم يلي لي لأنه هو الذي خلقه قنتن كاكني من سبته بيتو يلي همي وله ما أعطى يحيم أحوكاد يلي همي وكل شيء عنده بأجل مسمى أي مقدر معلوم يمي رجيه كل مري كل إسي عمري تميرجه تنهي ليه طيب إكي فمرها يا محر سر نعم توكلي وكل شيء عنده بأجل مسمى كل مي نهاية معينة معلومة مقدرة لي من سبتها احتسباي فمرها تيتك ان تم تتدمر السماء فلتصبر تصبر ياي دعيتها ولتحتسب يلي قري لي حسب ستة يا معناها قلتو يلكا اللي تصحوح بيا هي أنا مفرمو تيتهرو مكانو فرمو عقل سيه قريهم ميا وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية تعزية لما تيتن عدو دكا دعا عيكين كي تيسي دعا هين وينبغي عند العزاء تو عدي تعزيها رحلاك كي ديرين فدين تامت يا بيو وقبل ذلك تعزية أبانا ما تغلطوك تنيهتني مكي اللي نبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر ابن حزم رضي الله تعالى عنه لو إيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة مؤمنتو يسيتو بكوي تيري بدي كهنية تعزية حسيا ميان إلا ينكا تككي إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة جنة تسرين كاسر سهك ويهيتك أما ربدي كه أنه مفنين تهوان ملتعزيق حساه توعدي قلتو يلا كده جيو هر حكوي وانو صبري دعتي ياي وهو الكافة يساه توعدي توه أبها يمري قيام الساق يلي جنة تسرين كاسر أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني رحمة الله على الجميع. طيب ما قعها رحلة معناه تعزيها رحلة من قوموا يكاك يديرينين فردينتيا إسلام دين الدعوة إتا لكن إسلام هيا بوكيه إسلام دين له أمري دين توتا عادو دي ونها إسنني أدليه نيمي دين يماتي أواعد كاك يديرينين فردين إسن نكاك يسو حريني إسن نكاك مسوسانم فردين تحت نيمكي علماء أكل كسيسه تنمي إيه مسلمين عند الكادة نوينو تكيمكي فدري تنمي دين ترميد اللسن دين تيرميد اللسن إسلام الدلائي كادو تنيه تنمي غير حقا كينه كلانم فدين تك تنمي الاجتماع للتعزية في مكان خاص تعزية كبرانم مقع قبك الله وعدي تعزية اللبون وانها راح شراء بحسة دفيني كراسي هايشتونو وقدره طريقة اللي هايشتونو القراء يخريه أمرا كبرسونو تنه تنم أبانا ما إسلامنا دينتي رميد لمهنا تنمهنا ننبنا ما بنا هي أنا ما أنسيني ورسمهن دين ترميد اللو يتامي إسلام مقال مري أبهية تسمى بدعة بدعائيا بدعك هي أنا ما زنب الكبائر توبك فردين تامي كاك يديرين فرد ننك اقنا ديرين فرد نمها كا عمل الطعام خلال أيام العزاء تعزية أيام تعزية هنين مثلا سيدي حير هون وكدهون وكدهون تعزيها كبرانه قدي ما وعب حسانم
ما هو بحسانهم برسلوك ينقم بكي من قبل أهل الميت ربد كه أمريكا ما عسنا بحسان كادو كانت كربك بقولو كاك برا رعت انتنكي كادو سنه لوك سجين سنه تبقول هين سناه بحسانو لضيافة الواردين تعزيه يا ما تمر يحمي كده ما هو بحسان ما للعزاء ربي ما عرحك تعزيه ما عرحك هذا ومعمه الناهية لكن ندح بسنكي ما قعر حك مرعت ما قبر قد ساني تبل تطعب اللو هيتا قبر للك السوقتا تدوري ربك انك عرسك انك دقيبك انمي وبرا أروه مرعن كل جايع كل نموي ما عقبولا يسيطق سوقي ربارة حاليا خلاص أنواع المأكولات اللي تنمي سب ما حرياناي كاد وما عدبو كان منا ما وقل في التامها لفتاه تما غاليك تنهي ياي سالو لاي وك قد العجائب تنتب لكن ان كما تخمم ان كاك يا ديرين تعزيك مرا عيناي تو مع المريو لحديث جرير البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحه وجدت صحابي جرير بن عبد الله يما كنا نعد لو وكنناه هي الاجتماع الى اهل الميت ربوي تبول الكبران ما ربديك هم بول غابوانا وصنيعه الطعام مع بحسانه وسق يموقع قمد من النياحه نياحتي ما بنينهن بوغي ربا ملبان هي محرم اقتنيك لو سقتي هي اذا ندن نميته هو هي انا ما يكخنا العين فدنتي معتو طيب سيدو حاكاتك تكرار التعزية تعزية اللي قحق حسانم إن كد تعزية باي خلاص توقو ديري كاكي ربا محاي التفهم بحسان ربا كا اللي كاكا سيسانا متى فايدتها تنملي يلي كو يصبر ايانا ما تون هرسيسا كنت كو ديري عقعق ستنم هنا فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة سينما قربا ربيت ديكي أمبرا اللي قحانا تعزية بانايا والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة تعزية إن كد بانا مايا أسليك تنم ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر مثلا ربد كمري صبري بولكي بديه لكن كسيسانا مفردينته أتو واحد دو هستو بليه كاتككي كان القحطة لكن كسيسا هاي ربك هاي وبكين ميسين دلتين متنا الحكوي سليه تو بكين متنا الحكوي سين حقانا كبلتين متنا الحكوي كوتك كادو نم تريفك توكتيني اللي كاقبين مكسوكتا هاي إسك كادو إلينا إن المنان يانم أنا أيو كها وكله لوك مريما إيماني أنا متكن عدك كن جت عدانا حاجديته الناهية والرضا بقضاء الله وقدره اللي مكلايا اللي مدعاء قلانم أتكن فيسانم إدتني كيته النا فلا بأس تقولنا لا تهنا وأما إن كان ونهن ماي أما ربي بركا جحنج حات عزيك جح جحسمكي حاجتك كي فلا ينبغي مفردين تا مثلا نيلك المحتني قالت بره ولو دامت هاي توسرة على الرأي لا ظهر ولا عصر ولا عشاء تمتا وحرق بقى كلا توقت والفي اللي تهي هاي سفور طولنا تميتك وتككي أبتا محرم اختنيمي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمنى التعزياء قحق حسانه وبر الكبران ما يلي فرموتك مدبع الناي يلي فرموته كتايسيسك مدبع الناه والسنة سنة تنمي أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما وربي هدون هديك كه أمبرها أكيمري كن حقاني كه كن اللي دي كن هبانم ربي بره ما عبانا ما سنة تنمي كها ربي بره مسلمين يقرأ عته تنهيها ما عبانا ما إدت تنمهنا بقوله صلى الله عليه وسلم يلي نبي يمي اصنعوا لآل جعفر طعاما جعفر بره مرها ربي ديك كاي عمي بره جعفر أي جعفر ربي هنساكو جعفر دايلو كي كاي بره هنا كي كاي بره مرها ما عبا فقد أتاهم أمر يشغلهم كنا قرسحا قد كين هيميتك أو أتاهم ما يشغلهم كنا قرسان كين هيميتك ما عوكي نعباه نعم اللي يحزنينيهن بركة بربي دلاياي براي إنكي هكاك عادي لذنن كين كربو عدي كين هي ما عو أباه يانما ربيد ديك كبرها باه يانما نبي عليه الصلاة والسلام إي أما ربيد ديك كبر سناه ما عبت ما يا تنمهن ومن ما عسنا ما كهبا محاي الأصل في المسلم والمؤمن مؤمن توك مسلم توك أصليكي أسق رحمة له رقتل دول رمحني تو عدي سنامه نحرورا ممكن مسبتها عدي دقبة رعتيه تني يقمه عدي دل دكاكينا بوداد المقوه دفتر الهي قسارة بمهن يا مسلم توك أصليك تنم
وبرة قديسم يمكن وبرة جنم وكانت جحيان حكا وبرها يماتم. وأما البكاء وعانا والحزن روكتان ما يا على الميت ربوي تامل فلا بأس به تهي الناهي حزن معنا حيل حزن حزن يا وعدي دبوغ سانا هني يا لوي بوغي وركت دنتا سارا سنك الدعن لسانا فريني كفي كفي سنة الله أنا هنا بوجي هنا حزني إس تبرد دواي تحت بوجي كوك طوعيه دجرة دا تحزنم ويحصل في الغالب من جو مسلمين كراع الله يتم سبتها وهتو هنا كوك بتني مكوا يتم سبت الحين وكسوك تي كل دي وكسوك هن كوك يجريها وعدي تي كلتك وهو الذي تمليه الطبيعة تهمه دون تكل ننتم فايده هنا طبيعتها كي سهدا دجرة لينكني مسبتها نمك طوعيه تم بوجي كي حزني تو هنا محاهاي تهناهي أن كادوا أنك إن مدود فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات كي بدا إبراهيم نبيك بدي إبراهيم ماي أو كي بدي كاكر بوعدي رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام بوغسه وقال إيمي إن العين تدمع انت دي متة والقلب يحزن سرق حبدي روكته يحزنه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا نربي يكحنيه ينيمك الهيمي منا أتونك برسين تيمهي نحزنهم من إني ربي أكحنيه وهنيمي نافك ما توعاي إني مسلمين مبطي أنا ممكن نبي أبا مهن توكلي أو كبدي بوغس أربا مهاي اللي فرمو توتو اعتهنا كاكي وعدي رحمة تي اللي مسلمين تروبيه عبد الرحمن بن عوفيا انتم لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي بوغيك سكيت نعم دعوتي وصبر سنها بانه حزني كي بوغي اكو اي تنفردين تا وهو ويحرم الندب والنياحة ندبي وقد كه بانه ربوي تهو نلوكيني ان نلوكيني ينه عيين تكاها بينه قدون تكاه الدهان ماي مفردين تا والنياحة بوغي كادو حلو اي تبوغا بانا مفردين تا وضرب الخدود سنت كادو كف كف هانا مفردين تا حرامك تني وشق الجيوب دقر السر سنكي كادوكو باعسان عندي سانما محرمك تن لقوله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي يمي ليس منا من لطم الخدود ربي ادي اكيه وعدي اسن يا قرينمي مسلمين تامهن تهني مري تامهن اسلام قتال يمري اي تامهن وشق الجوب سرع عندي سانان كادو مسلمين تامهن ودعوة بدعوة الجاهلية جاهلية وقت السكته تنين لا دعوة تبانا ما مانا كونوا فايلسانا سارسانا فكتين حل سيسانا ها ما فدينتا كقوله يا ويلاهي انا يا ثبورا وما اشبه ذلك يهتا باتي ديني معناه تنة تنيتن ثم ما بان ما مفدينتا ولقوله صلى الله عليه وسلم كادوا ربويت الحيل ويتبوغي ابانا ما يا حي وسلم محرمك تني ابانا ما كاي اللي فرميتي النائحه ربويت الوعته تنبرا ولك عبته وعك كيني تتبا هونو بيسوك والله كم متعرب الدك بودا الدك هكرر حيث أنها من جو بودا اللي كهنا بلينا تو بودا هالباب غفوا وعدي قدام وركي يمرى تون نها بانا ما مفردين تا إذا لم تتوب قبل موتها تمن البوج السه تان ساينوم سلب مردين كادوي أمن البوج السه مري تو تو بتك هربيني كي تقام يوم القيامة تو سهداي تقيام الساعة كي اللي تتوب سهي وعليها سربال سرينه سربال تيتليني من قطران قط تياك معناها دامارك تنيه تنصروي دقار التت مغاسل دقار دقة تيتك ها وديري هو أسر من التنصروي ودير عم من جرب جربك تني كوب كوربون دالكالي عارقينه تنيه تنيمي تت يقميه دقار تيتكي في لد تنيه تأوايبو ليه تن سارة تيتي ليكيهن سارة تا يلي تتو قصا يلي تنه تن ديقاليا إسا كاكتب بدن دوده سيني وديري هو سري سكال تان دو دامكا دقار لا تت مغاسل يلي تيتل دقالة داما ركتنيه تنصرو يو وديري هو ويبو هو ويبو وديري هي يو اسكي ينته تا ويبو يو دينة تتكالته هي اللي تنصرتا قيامة ساكو يلي دقالة تتقسا جرب ايانما مرض معروف ممدق كيان بياكاي وهو ايه عقرا عقرا نعم عقرا هاي وبالله هذا وبهذا قد انتهينا من كتاب الصلاة صلاة أبرا صلاة كتابك قبك الليه إذي قبك كلمي كتاب الجنازة أو الجنائز جنائز كتابك
نوعيه، وسندخل في كتاب الزكاة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.